شهد اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي جلسة بعنوان تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع بمشاركة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والمالية والإسكان والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي. وفي كلمتها أكدت وزيرة التنمية المحلية منى العوض أن تعزيز الاقتصادات المحلية وتوفير فرص العمل تسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، وأن مصر تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية خاصة من خلال مبادرة حياة كريمة. كما استعرضت التجربة المصرية في إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية. اشتغلنا الحقيقه على ملف الاسكان الاجتماعي اللي دلوقتي طبعا بقى تحت مظله مشروع سكن كل المصريين، وقدرنا ان احنا نوفر حوالي 700,000 وحده سكنيه، وجاري العمل حوالي يعني 30,000 وحده سكنيه اخرى بالاضافه ل 300,000 وحده سكنيه اخرى بالاضافه لحوالي 200,000 وحده سكنيه ان شاء الله مزمع تنفيذهم خلال الثلاث سنوات القادمه. الحقيقة يمكن قدرنا ان احنا نساهم بشكل كبير جدا في توفير سكن لائق ومميز سواء في المدن الجديدة او حتى في المحافظات القائمة. احنا عملنا تطوير كبير جدا للبنية التحتية، كمان كان من مخرجات مشروع تنمية الصعيد او برنامج تنمية الصعيد ان احنا بقى عندنا في كل وحدة محلية مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية، ودي يمكن بتبقى فيها عدد كبير من القطاع الخاص عشان متخذ القرار يقدر ياخد قراره في الاستثمار في الاماكن. كمان احنا اهتمينا بالبنيه التحتيه في القرى علشان نقدر نشجع على الاستثمار. احنا في مصر عندنا بعض الاليات اللي ممتده من سنوات طويله قوي، ساعات بيجي وقت بنستفيد منها باقصى استفاده، وساعات ثانيه بنحتاج نعمل لها اعاده يعني تصويب. من ضمنها مثلا آلية المشاركة مع القطاع الخاص، دي آلية مهمة جدا جدا جدا. فكرتها ببساطة انه بدل ما الدولة تقوم بالمشروع، القطاع الخاص بيقوم بالمشروع والدولة بتشتري الخدمة، بتشتري الخدمة اللي هي عايزاها واللي هي بتطمح فيها، او بتكلف حتى القطاع الخاص يقوم بالدور وبتضمن له عائد يقدر يمول بيه هذا الدور المهم. عندنا مدن داخل مصر يقطنها 1.2 مليون مواطن مصري، داخل مصر يقطنها حاليا 1.2 مليون مواطن. احنا خلال السبع سنوات القادمة هنصل من خلال نور ومن خلال مشروع ساوث ميد هنصل الى حوالي 2 مليون نسمة هيكون بنقدمهم للمجتمع الوطني بيقطنوا هذه المشروعات. هذه المشروعات بتدار بكل أنظمة الذكاء الاصطناعي، في شراكات معمولة مع أكبر المؤسسات العالمية زي هواوي وزي مختلف الشركات العالمية في إدارة هذا الكلام.